أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العنوان. الفاتيكان يصدر برنامج زيارة البابا فرانسيس إلى مملكة البحرين. مشاركة أردنية فاعلة في المؤتمر الدولي للمرأة الكاثوليك في أثينا. عين على المشرق وحلقة جديدة عن الأردن أرض التاريخ والقداسة. الملتقى الكشفي الأردني المقدسي يعقد مؤتمره الثاني بعمان. وفيها أيضاً فرقة لبنانية تقدم عرضاً مسرحياً في مكاور يحكي قصة يوحنا المعمدان. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن عنصر آخر من عناصر التمييز وهو الرغبة، وقال: الرغبة في معناها الأصلي هي حنين إلى امتلاء لا يتحقق كاملا، وهذا الحنين الذي لا يشبعه شيء هو علامة حضور الله فينا. الرغبة هي البوصلة لكي أفهم أين أنا وأين أنا ذاهب. الرغبة الحقيقية تعرف كيف تلمس في الأعماق أوتار كياننا، ولهذا فإنها لا تنطفئ أمام الصعوبات أو المعارضات. العوائق والفشل لا تخنق الرغبة الحقيقية، بل بالعكس تزيدها حيوية فينا، فتستمر مع مرور الوقت حتى لفترة طويلة، وتدفعنا إلى تحقيق الأمور في النهاية. وقال قداسته: سؤال يسوع إلى المقعد عند بركة بيت داتا: أتريد أن تشفى؟ كان دعوة له لكي ينظر في أعماق نفسه ويحدد ماذا يريد حقا. في حياتنا العادية نتلقى اقتراحات كثيرة ومشاريع وفرصا، وذلك يؤدي إلى تشتيت انتباهنا وعدم السماح لنا بأن نقيم بهدوء ما الذي نريده حقا. ويتألم أشخاص كثيرون لأنهم لا يعرفون ماذا يريدون من حياتهم، وربما لم يصلوا قط إلى أعماق نفوسهم لمعرفة رغباتهم الحقيقية. لذلك علينا أن نطلب من يسوع أن يساعدنا لنعرف ماذا نريد حقا، ولنعرف ماذا يريد هو منا، ماذا وضع في قلبنا، وأن يعطينا القوة لتحقيقه، لأنه وضع فينا رغبة كبيرة تجاهنا، وهي أن نصير شركاء في ملء حياته. أصدر المكتب الصحفي التابع للكرسي الرسولي في الفاتيكان برنامج الزيارة الرسولية المنتظرة لقداسة البابا فرانسيس إلى مملكة البحرين في 3 من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني. وجاء في البرنامج أن البابا سيلتقي في اليوم الأول العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما سيلتقي بالسلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، وسيتوجه في اليوم الثاني إلى مجمع قصر صخير في ساحة الفداء، حيث سيشارك في اختتام منتدى البحرين للحوار من أجل تعايش إنساني. وسيلتقي بنفس اليوم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، ليتوجه بعد ذلك إلى كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة العربية ليشارك في لقاء مسكوني وصلاة من أجل السلام.
وسيحتفل البابا فرانسيس في اليوم الثالث بالقداس الإلهي في استاد البحرين الوطني، وبعدها سيلتقي الشباب في مدرسة القلب الأقدس في منطقة عوالي. وفي اليوم الرابع للزيارة سيلتقي قداسته الأساقفة والكهنة والمكرسين والإكليريكيين والعاملين الرعويين في كنيسة القلب الأقدس في العاصمة المنامة، ليتوجه بعدها إلى مطار صخير الدولي حيث ستتم مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر عائداً إلى إيطاليا. بمناسبة عيد العذراء سيدة الوردية المقدسة، ترأس سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً احتفالياً، وذلك في كنيسة ديري بيت الزيارة التابع لرهبنة الوردية في منطقة دبوق غرب العاصمة عمان، بمشاركة عدد من الكهنة والشمامسة وجمع من راهبات الوردية القادمات من مختلف المراكز، إضافة إلى حشد من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن أهم ركائز العيد والاحتفال به بعد أن قدم التهاني للجميع بهذه المناسبة المباركة. في صلاة المسبحة نتأمل نعم بالكلمات السلام عليك يا مريم التي نقولها، ونتأمل أيضا في الأسرار، أسرار الفرح، أسرار الحزن، وأسرار المجد. نتأمل في أسرار حياة السيد المسيح بعيون مريم العذراء كما كانت تراها مريم العذراء. نفرح ونحزن ونتمجد سوية مع مريم. تذكروا هاي الكلمات للقديس ماري ألفونسين اللي بتقولها عن المسبحة؟ نعم، من خلال هذه الأسرار مع مريم نفرح ونحزن ونتمجد مع مريم. هذا التأمل يجعلنا نتوحد مع مريم، نعيش عواطف مريم العذراء، نعيش مشاعر مريم العذراء، فرحها، حزنها، مجدها مع مريم. نعيش هذه الأسرار ونتأمل فيها بعيون مريم العذراء. أحيانا نتساءل عن صلاة المسبحة الوردية، هل هي صلاة مريمية أو صلاة إنجيلية؟ دائما بقولوا صلاة إنجيلية. الصلاة إنجيلية بمعنى أنه تدور حول أحداث حياة السيد المسيح. أنا لا أرى تناقض ما بين الطرفين، لا أرى أي تعارض. نحن نتأمل نعم في أسرار حياة المسيح، لأن كل الأسرار تحكي لنا عن مراحل حياة المسيح، ولكن نتأمل فيها مع مريم. وخلال القداس جددت الراهبات نذورهن أمام أبناء الرعية الذين قدموا بدورهم التهنئة للأخوات الراهبات بعيدهن، كما تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة العطرة. نساء بانيات للسلام كان عنوان دورة هذا العام للمؤتمر الدولي للاتحاد النسائي للمرأة الكاثوليك الذي عقد مؤخراً في أثينا بمشاركة 150 امرأة يمثلن عدداً كبيراً من دول العالم من بينها الأردن. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. شاركت حوالي 150 امرأة من مختلف دول العالم جلهن من النساء العربيات في جلسات المؤتمر الدولي للمرأة الكاثوليك الذي عقد مؤخراً في العاصمة اليونانية أثينا، حيث مثلت الأردن في المؤتمر الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، والإعلامية ريبيكا عودة، ومن بيت لحم بفلسطين الآنسة لوسي ثلجية، ومن الناصرة فيوليت خوري وغسين كرم، ومن مصر هيلين عوض، ومن لبنان غادة كفوري وميرنا عبود وفيفيان عزار وجاكلين عطلة، فضلاً عن عدد كبير من السيدات يمثلن دول أوروبا وأفريقيا وأستراليا والمكسيك وكندا والهند. بدأت فعاليات المؤتمر بالصلاة على نية النساء في العالم، وخاصة اللواتي يتعرضن للإساءة والاضطهاد والعنف، وتوزعت محاور المؤتمر على جلسات تناولت بمجملها أهمية دور المرأة في البناء الإنساني للحياة البشرية. كما أعادت ممثلة الأردن الدكتورة السمعان التذكير بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الأخير الذي ألقاه أمام ممثلي العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه جلالته التزام الأردن بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في القدس، محذراً بأن المسيحية وحقوق كنائسها في المدينة المقدسة
معرضة للخطر والتهديد. وحول أهمية المرأة في الحياة البشرية، أشارت الدكتورة السمعان في جلسة حوارية إلى دور المرأة في البناء الإنساني والحفاظ عليه من الانهيار، وقالت بأن العالم اليوم يمر باضطرابات خطيرة وغير مستقرة، لذلك تقوم المرأة بدور الأساسي في إنشاء سلام يكون فيه الإنسان آمناً ومطمئناً في حياته. وأوضحت السمعان بأن المرأة لعبت عبر الزمان أدواراً بالغة الأهمية في إنشاء أجيال تحفظ للإنسانية دورها في قيام حضارة منتجة، كما تسهم بإنشاء السلام ونشر ثقافة عميقة لإيجاد عالم إنساني راق تكون فيه المرأة حجر الأساس في أي بناء أخلاقي متقدم. فالمرأة برأيها هي أحد صناع السلام القائم على العدالة والاحترام، كما أنها تقوم بدور خلاق مبدع في خلق عالم ومجتمع متمدن يفيض بالسلام ويفوح منه رائحة العدالة والديمقراطية. وشرحت الدكتورة باسمة معاناة المرأة الأردنية خلال جائحة كورونا وما تحملته من أعباء ومسؤوليات نتيجة اضطرار نسبة منهن لترك العمل ورعاية الأطفال بسبب تعطيل المدارس وإغلاق دور الحضانة، مما أدى إلى إجبار الكثيرات من النساء العاملات في القطاع الخاص إلى ترك وظائفهن وحرمان معظم العاملات من الأجور، وقد تولد على ذلك وقوع خلافات أسرية وأعمال عنف ضد المرأة، وهذا بحد ذاته أضاف أعباء اقتصادية واجتماعية قاسية على العائلة الأردنية. وبالإضافة إلى ذلك لم تتوانى المرأة الأردنية من القيام بواجباتها تجاه مجتمعها خلال الجائحة، وخاصة ما يتعلق بأعمال الإسعاف والإغاثة وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين من فقراء وأطفال وكبار السن وغيرها من الخدمات. وختمت الدكتورة باسمة السمعان كلمتها أمام ممثلات نساء العالم بالتأكيد على أن مساهمة المرأة في صنع السلام هو موهبة من الله يبثها في المرأة لمساندة الرجل في بناء قوي يصارع الأنواء الطبيعية أو الاهتزازات الأرضية، وبالتالي هي قمر يضيء للظلام نور السلام، والمرأة هي مشيئة الله ليكتمل مفهوم السلام، فلو لم تسهم المرأة في صنع السلام لن هزم السلام. بمناسبة عيد انتقال القديس يوحنا الإنجيلي، ترأس قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمدينة الزرقاء قداسا إلهيا في كنيسة القديس جواجوس الزرقاء، وقال قدسه في عدة القداس إن المحبة بين الرب يسوع المسيح والرسول يوحنا الحبيب كانت محبة طاهرة نقية بلا مصلحة، وعلى مثالها يجب أن تكون محبتنا لبعضنا بعضا، مشيرا إلى أن المحبة لا تسقط أبدا لأنها قائمة على التضحية نحو الآخر، متمثلين بمحبة المسيح لنا الذي أسلم نفسه للموت من أجل خلاصنا. عاون الأب قاقيش في الخدمة قدس الأب ستيفانوس مرجي بحضور جمع حاشد من أبناء الرعية. محبة المسيح للإنسان ما سقطت حتى بعد ما جدف عليه الإنسان وترك الله وأصبح الإنسان عدو لله. هاي نموذج المحبة اللي علينا نحب بعضنا بعض، لأنه باطل بتكون عبادتنا إذا ما وصلت هاي المحبة لأخوي الإنسان، إذا ما قدر الزوج يوصلها لزوجته، إذا ما قدرت الزوجة توصل محبتها للأولاد، إذا الطالق إذا الصديق ما قدر يوصل محبته لصديقه. هون بتكون الإنسان ما بحب حقيقة، لأن المحبة هي تضحية من أجل الآخر. المسيح ساخ مثل الشمعة، مثل أن ينور طريقنا، وعلى كل من يحب أنه يكون يضحي في فكره، في
في معتقداته اللي غير قابلة إنها تتنازل حتى يستطيع إنه يحب. بمناسبة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بمئوية الدولة ومرور 100 عام على دخول الحركة الكشفية إلى الأردن، شارك أكثر من 100 قائد من الكشافة والمرشدات يمثلون 12 دولة عربية في الملتقى الكشفي الأردني المقدسي الثاني الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية. وقد أقيم الملتقى الذي استمر 4 أيام تحت شعار القدس تجمعنا، وألقى وزير الشباب الدكتور محمد النابلسي كلمة رحب خلالها برواد الكشافة والمرشدات العرب، مشيرا إلى دور الهاشميين في الوصاية على القدس واستمراريتها بفضل الله أولا وبجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مثمنا الجهود المبذولة في تنظيم الملتقى الكشفي الثاني، مقدما شكره وتقديره لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى المبارك. كما ألقيت العديد من الكلمات التي أكد فيها المتحدثون أن المدينة المقدسة تتميز بقيمة تاريخية ودينية وحضارية داعينا إلى أهمية إبقائها حاضراً في قلوبنا جميعاً. اليوم الأردن هي الرئة الثانية لفلسطين، الأردن هي أقرب منطقة على القدس، الأردن هي الملتقى الأقرب للقدس، حتى يقولوا إنه نحن كلنا قلب واحد، قلب عربي واحد. طبعا زي ما قال جلالة الملك القدس خط أحمر وشعبي معي، نحن اليوم كلنا منأكد إنه القدس قد خط أحمر، واليوم موجودين حتى من جميع الدول العربية حتى يأكدوا إنه نحن إيد واحدة مع الأردن حتى ندافع عن القدس وندافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية اللي موجودة تحت وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. أقيمت في قرية مكاور التابعة لمحافظة مادبة احتفالية ثقافية موسيقية رعاها وزير السياحة والأثار نايف الفايز. اشتملت الفعالية على مسرحية استعراضية أحيتها فرقة لبنانية تحكي تاريخ قلعة مكاور وقصة قطع رأس يوحنا المعمدان. إلى التفاصيل. احتضنت قرية مكاور التاريخية عرضاً مسرحياً غنائياً يحكي قصة قطع رأس يوحنا المعمدان في مكاور بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وبرعاية وزير السياحة والأثار نايف الفايز وبحضور رسمي وشعبي واسع. وفي كلمة الافتتاح قال الوزير الفايز: إننا اليوم نلتقي في مكاور إحدى مناطق الحج المسيحي والتي تروي قصة يوحنا المعمدان لنحتفل بتاريخ عريق وحضارة عريقة، شاكراً القائمين على هذه الاحتفالية الثقافية من الأشقاء في لبنان وإقامتها في هذا الموقع الديني والتاريخي الهام. مكاور لها أهمية تاريخية وأهمية دينية. مكاور هي إحدى المواقع الخمسة التي تم اعتمادها كمناطق حج مسيحي في الأردن من العام 2000، واليوم ونحن نحتفل بهذا العمل الفني وبالتشارك مع أهلنا وإخواننا في لبنان لنسلط الضوء على قصة يوحنا المعمدان الذي يعتقد بأن هذا الموقع الذي تم قطع رأس يوحنا وتجسد الحياة التي عرف بها يوحنا واستمرت حتى بعد قطع رأسه لما يحمله يوحنا من رسالة محبة وجمع بذاك الوقت وفي هذا الوقت. اليوم يوحنا المعمدان لا ننظر له كشخصية فقط شخصية تاريخية ولكن شخصية دينية مهمة، وهو من الأردن الذي نعتز ونفتخر به ونريد أن تكون هو قصة المكان الذي ننطلق منها، ونستقطب أيضا الزوار ليس فقط للموقع الأثري ولكن للموقع كحج مسيحي يأتون من الدول الشقيقة والدول الصديقة. واشتملت الاحتفالية الثقافية التي أحيتها الفرقة الاستعراضية اللبنانية المكونة من 30 فنانا وفنانة مسرحية استعراضية غنائية رائعة من تأليف وكلمات وموسيقى الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة المارونية في الأردن. وتحكي المسرحية قصة تاريخ المنطقة وقلعة مكاور التي شهدت الحادثة التاريخية الشهيرة
وهي قطع رأس يوحنا المعمدان، ويقام هذا الحدث الثقافي في قرية مكاور في محافظة مادبة، الذي جاء ضمن النشاطات التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة في مادبة عاصمة السياحة العربية لعام 2022، والتي تهدف لإبراز مادبة كمدينة تشتهر بالأماكن الأثرية والدينية على الخارطة السياحية العالمية والإقليمية والمحلية، وخاصة بأنها تمتلك موقعين من مواقع الحج الديني المسيحي وهما جبل نبو ومكاور. ما بدي حكايته تحكي أوراق الزمان، ما بدي مكاور تتلوت باسمه، كل اللي بيحكوا عن محمد حطوا حطوا. وبين الأب جوزيف سويد أن هذا النشاط حلم وطموح حظي بدعم من هيئة تنشيط السياحة ليسلط الضوء على موقع ديني متميز في الأردن وهو مكاور، وأضاف أن العرض الموسيقي الذي يحكي قصة قطع رأس يوحنا المعمدان سيجلب الملايين من السياح والزوار للمنطقة. خلوا العشب اليابس ياكل حيطانهم، بكون الملك ما بيبكي، بدي اشرب كاس الانتصار. اخذوا جسمه راحوا لكن روحه بعدها، صوته احتل كل الاماكن وهجوما للكون. عم اشمعنك يا يوحنا بتبلي فينا محفور، بعدك معنا وعم تسمعنا يا عطر المغفور. يا انسان للاحزان وبتشدد بالايمان، علي الصوت حتى الموت على مدار الزمان. رشوا الغار كونوا كتار، تمشي دروب كبار صغار، مهما صار الاسرار بتكفي. وجعي هو انه اللي الله عطاني إياه كاستثمار، أنا بسميه الوزنة، بسميه العطايا، الموهبة اللي الله عطانيها من زمان، جربت استثمرها بكتير مجالات، بالوعظ، بالحكي، بالبشارة، بكل شيء عملته، ولكن بالنهاية بتحس أنه طعمتك بعد ما وصلت. مشان هيك حتى أشكر جلالة الملك وأشكر المملكة على كل اللي عملته مع لبنان، خاصة بوضع كان فعلا مأساوي بلبنان، التبرعات، الحضور، البصمة، الحكي، الدعم الحلو اللي أمنته المملكة. قلت أنا صار لازم أنه عن جد قول كلمتي، قول اللي عندي للناس، للأردنيين، لهالمملكة، لأهل الطيبين. فوين بدنا نقولها؟ ولمن هيك سعادته مجد اليعقوب حكي عن حلم بيراوده بمكاور، قلت ما كأنه ربنا بعتني من لبنان على أرض الأردن على النهر لحتى كون شاهد وصوت صارخ، وقل له شكرا على هالأوبورتونيتي اللي أعطيتني فرصة. أنا بالحقيقة عبرت عن كل مكنونات قلبي، كتبت ولحنت ووزعت وعملت أنا وهالشباب كل هالعمل، 30 شخص يكونوا عن جد بين إيدين هالشعب الراقي الأردني، عم بيقولوا محبتنا للملك، محبتنا للمملكة بهالاستعراض الموسيقي الفني الثقافي، واللي عن جد قادر يطلق عمل سياحي، ورشة سياحية كتير كبيرة بالمملكة بكل هالمواقع الرائعة بالأردن. هذا اللي حبيت أصرخه اليوم، فأنا بدي أقول قلتوا شكرا، قلتوا باللحن، قلتوا بالكلمة، قلتوا بالشعر، قلتوا بالتحضير اللي صار، قلتوا بوجع هالأشخاص اللي جايين تيقولوا نعم نحن كمان منحب الأردن، وإلى سيدنا ممثل البطريرك أنطوان عوكر تيقول نعم لبنان بفترة من الفترات وإن شاء الله عطول بتنفس من رئة الأردن، وبكرة إذا الأردن احتاج للبنان بأي شيء بتصور لازم لبنان يعرف شو قدم الأردن، ولازم نكشف شو قدم الأردن حتى بكرة كمان الأردن يتنفس من رئة لبنان وقت بيتعافى لبنان. يذكر أن قرية مكاور تشتهر بوجود كنائس تعود إلى الحقبة البيزنطية، أشهرها كنيسة الأسقف ميلاخيوس التي تعود إلى القرن السادس الميلادي. وتأتي شهرة قرية مكاور من وجود قلعة مكاور التي وقعت فيها الحادثة التاريخية والدينية الشهيرة، وهي قطع رأس يوحنا المعمدان. يعني اليوم عمل فني رائع جدا، بيحكي قصة يوحنا المعمدان،
شفيع الأردن اللي احنا بنحكي قاعدين الآن كالأردن كوجهة ومحج لمسيحيين العالم. الأردن زي ما بتعرف فيه 45 موقع أو أكثر مذكور في العهد القديم والجديد. مكاور وقصة يوحنا المحمدان مهمة جدا للمسيحيين في العالم. دائما أحكي أنه في أوبرا سالومي بتصير دائما في العالم، أتمنى إن شاء الله ونستغل مع بعض إن شاء الله يكون في عنا أوبرا سالومي تكون موجودة في مكاور. القصة التي حدثت في هذا المكان يتم عرضها في كل العالم، ولكن إن شاء الله نعمل أنها تكون في مكانها الأصلي في مكاور. ودرب الحج المسيحي من خلال يوحنا المحمدان إن شاء الله الآن عم نشتغل مع وزارة السياحة على إطلاق درب الحج المسيحي والسير على خطى يوحنا المحمدان إلى المغطس وقصة انطلاق المسيحية من الأردن. فهذا العمل إن شاء الله سنعمل على أن يكون مش بس هذا، يكون فيه كمان بشكل شهري، وسيتم التعاون مع الجهات المعنية حتى يكون عمل لبناني أردني إن شاء الله، ويكون ضمن الفعاليات اللي بيزوروا الحجاج المسيحيين الأردن. الشرف تكون داس على المكان من داس المسيح، okay. والشرف تكون مع شعب الأردن الطيب، وتكون لينك بين لبنان والجوردن. والشرف كتير كبير تكون بهيدي اللحظة وبهيدي ظروف بالعالم من بعد الكورونا اللي ما كانوا كتير open mind لل ستيج ولا سوري للمسرح، سوري من بعد التباني كثير من بعد المسرح يعني من بعد المسرح. فنعم حسيت حالي فعلا ما في ديفرنس بين لبنان والاردن. مشوارنا كثير كبير بالنسبه للتطور بين الفان وبين الانجيل. بالنهايه انا كلنا كلمه واحده، نواصل الكلمه الرب مع القصص اللي صاروا بهالدنيا على الكون على هاد حلوين، إيفن كانت للمسيحيين أو كان للمسلمين أو كان كله سلام ومحبة. يا ملك عبد الله الثاني، يا ملك عبد الله الثاني، مشتك هل وضل الدفا ولا مرة وهجك انطفى، إنك قمح الهاشمية ساعد بتراب الوفا. قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان الأردن أرض التاريخ والقداسة. استضاف البرنامج خلالها أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين، الذي أشار فيها إلى أن السياحة هي رسالة يقدمها الأردن إلى العالم وبالذات السياحة الدينية، مستشهدا بموقع المغطس الذي يحتاج إلى جهود مكثفة ومشتركة بين وزارة السياحة والكنيسة للترويج له بشكل أوسع على مستوى العالم. فإلى هناك، نحن في الأردن في رسالتنا أيضا السياحية لا نتطلع لفئة فقط الدخل المرتفع. نحن لأنك مثل ما تفضلت في المقدمة الرسالة السياحة رسالة، ونحن من خلال الرسالة نقدم رسالة الأردن إلى العالم. لا نتطلع فقط إلى الجانب المادي، نتطلع لأن تكون الرسالة هي جسر للتأكيد على عمق الأردن، على حضارة الأردن، ولإيصال رسالة الأردن إلى العالم. وربما إحنا في هذا الجانب ما بدي أقول قصرنا، ولكن كنا لغاية الآن لم نعطي هذا الجانب حقه في إيصال رسالة الأردن وبالذات الدينية إلى العالم، سواء المسيحية أو حتى الإسلامية. الإسلام انتشر في العالم بعد معركة مؤتة. قبل معركة مؤتة كان محصور في الجزيرة العربية، من معركة مؤتة انطلق المسيحية بعد العماد. بدون عماد لا يوجد مسيحية، وبالتالي رسالة الأردن والتي أيضا يطلقها ويمثلها صاحب الجلالة كوصي على المقدسات في المنطقة، هي واللي أيضا يعني شاهدنا في السنوات الماضية كم كان من هناك في مناسبة لتكريم جلالة الملك كصانع سلام، كممثل للرسائل، كحامل لرسائل أيضا. فهذا الجانب نحن ما نرغب في إيصاله من خلال السياحة، إطلاع العالم على رسالة الأردن. احتفل المسيحيون في الأرض المقدسة بعيد القديس فرنسيس الأسيزي، ففي كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم
جددت شبيبة القديس فرنسيس وعودها للعيش على مثال هذا القديس التقوي، حيث أقيم في ذات الكنيسة قداس احتفالي بهذه المناسبة المباركة بحضور حشد كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يا رب استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث البغض والمغفرة حيث الإساءة. كلمات من صلاة القديس فرنسيس الأسيزي من أجل السلام، يصادف في شهر تشرين الأول عيد القديس فرنسيس الأسيزي مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية، حيث تقام القداديس الاحتفالية في الكنائس احتفالاً بعيد القديس الأسيزي. ففي مدينة بيت لحم مهد المسيح اكتظت كنيسة القديسة كاترين الرعوية بمئات المؤمنين الذين أتوا لمشاركة الأباء الفرنسيسكان احتفالاتهم بهذه المناسبة، وبحضور واسع من المطارنة والكهنة من مختلف الكنائس والراهبات وممثلي المؤسسات ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية والجمعيات ووجهاء المدينة وكشافة ترسنطة وجماعة المؤمنين، حيث ترأس الأب رامي عسكري كاهن رعية سانتا كاترينا القداس الاحتفالي بمعاونة الأب أنطونيوس الأب المساعد وحشد كبير من الكهنة من الكنائس. وأشار الأب حبيب خلال وعظته بحياة القديس الأسيزي لأن نسير على خطاه في حياتنا وأعمالنا ونحذو حذوه في الصلاة والأفعال الصالحة. وتم أيضاً خلال القداس تجديد النذور لرهبنة مار فرنسيس للعلمانيين بعيش الإنجيل بحسب قانون رهبنة مار فرنسيس للعلمانيين. وبعد إعطاء البركة تلقى الأباء لفرنسيسكان ورهبنة مار فرنسيس التهاني بهذه المناسبة. اليوم احتفلنا بعيد مار فرنسيس الأسيزي اللي ولد بإيطاليا وأسس الرهبنة الفرنسيسكانية واللي منها كمان انبثقت حراسة الأراضي المقدسة اللي إلهم 800 سنة بيخدموا هون في الأراضي المقدسة. هالقديس الكبير اليوم من بهذا العيد بنطلب شفاعته اللي عاش فعلا الإنجيل لدرجة بسموه فارس الكمال الإنجيلي، ولما نال السمات كان أقرب ما يمكن إلى الرب يسوع المسيح. نطلب شفاعته حتى ربنا يعطي هالأراضينا السلام ويبعد عنا الأمراض ويجعلنا أقرب إلى الرب وأداة سلام كما هو كان يصلي: يا رب استعملني لسلامك. أمين. ففي هذا اليوم يؤكد لنا القديس فرنسيس الأسيزي بأن قلب يسوع المسيح ينبض في قلب الكنيسة وفي قلوبنا جميعا. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. فازت محمية الأزرق الواقعة شمال المملكة كواحدة من أفضل 100 موقع مستدام في العالم بحسب ما أعلنت منظمة المواقع الخضراء العالمية خلال مؤتمر أقيم في العاصمة اليونانية أثينا بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. وجاء الإعلان عن فوز محمية الأزرق بهذه الجائزة الرفيعة على مستوى العالم بمثابة اعتراف دولي بدور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة المحميات، كما أنه سبق لمحمية غابات عجلون الفوز بهذه الجائزة من قبل. وتعد محمية الأزرق المائية من أهم مسارات الهجرة للطيور في المملكة والمنطقة، حيث أنها تضم نحو 350 نوعاً من الطيور المتنوعة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الفاتيكان يصدر برنامج زيارة البابا فرنسيس إلى مملكة البحرين. مشاركة أردنية فاعلة في المؤتمر الدولي للمرأة الكاثوليك في أثينا. عين على المشرق وحلقة جديدة عن الأردني أرض التاريخ والقداسة. الملتقى الكشفي الأردني المقدسي يعقد مؤتمره الثاني بعمان. فرقة لبنانية تقدم عرضاً مسرحياً في مكاور يحكي قصة يوحنا المعمدان. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.